روى أنس قال: كنت عند الحسين عليه السلام، فدخلت عليه جارية بيدها طاقة ريحانة، فحيته بها، فقال عليه السلام لها: أنت حرة لوجه الله تعالى. فبهر أنس وانصرف وهو يقول: جارية تجيئك بطاقة ريحان فتعتقها. فأجابه الإمام عليه السلام: كذا أدبنا الله. قال تبارك وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وكان أحسن منها عتقها. يا حسين ريحانا حررت إنسانا، يا حسين ريحانا حررت إنسانا، كل برياحين لك نمشي يا حسين، والزهرة ويانا والزهرة ويانا. يا القلب مو مثل أي قلب يلي العطف معناك، جارية تهدي لك ورد تطلقها من يمناك. الله يا رحمة أبو علي والبشر تتمناك، منك ما نتحرر أبد خلنا عبيد وياك. جارية وقدرها ريحانة حررها، جارية وقدرها ريحانة حررها، وش تنطي يا حسين هذه الملايين، والزهرة ويانا والزهرة ويانا. بشراك يلي بخدمته راه له ايامه، والله ما تتخيل ابد عالخدمه اكرامه، عن كل وجع لطم الصدر عالضيعه ايتامه، والله فازت بالهنا في الحشر خدامه. باجر يجازيكم عن كل مساعيكم، باجر يجازيكم عن كل مساعيكم، عن كل دمع في ما دمع حسين، والزهرة ويانا والزهرة ويانا. يا حسين ريحانا حررت إنسانا، كنا برياحين لك نمشي يا حسين، والزهرة ويانا والزهرة ويانا. أو غيرته صورة في مخيالك، عند مثل هذا عطف ما مر على بالك، يلي قدمت حبك إلى وسنينك ومالك، يوم القيامة يحضرك ويغير أحوالك، من رحمته تخجل فوق اللي تتخيل، من رحمته تخجل فوق اللي تتخيل، حاشنا ينساك والموعد هناك، والزهرة ويانا والزهرة ويانا.
كم لطم الصدر يضمرها بإحسانه، كم خطوة كم شربة روج كم مهجة عطشانة، والما نسينا مصيبته تفتكر ينسانا، في الحشر لا ضعنا وحسين شافعنا، في الحشر لا ضعنا وحسين شافعنا، في أربعين نمشي لعنا والزهرة ويانا، والزهرة ويانا يحسن ريحانا حررت إنسانا، كل برياحي لك نمشي يا حسين، والزهرة ويانا والزهرة ويانا.